والابواب لا تغلق عزيزي المشاهد لو ليك علاقه حقيقيه بالرب يسوع لازم تبقى واثق ان ابواب النجاح الشيطان لا يقدر ان يغلقها ان ابواب البركات الابواب اللي جايه منها البركات الشيطان عاجز ان يغلقها لازم تقول الآية اللي في أشعياء 45 تقولها بالإيمان تقول كده الأبواب لا تغلق باسم الرب يسوع وأرى لك آيات من المزمور الشهير مزمور 121 آية 2 و 3 معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض قول كده انا شخص مختلف انا لاني لي علاقه بالرب يسوع زي باقي الناس انا مسنود بالرب انا اموري مش في ايد الناس انا اموري في ايد الرب انا مسنود على الرب والرب صانع السماوات والارض يعني يتحكم في السماء والارض من اجلي عشان بيحبني عزيزي المشاهد لازم يبقى عندك هذه الثقه في الهك لازم تبقى واثق انك انت مسنود بيه وان هو بيؤمر الملايكه اللي في السماء عشان تقوم باعمال على الارض من اجلك من اجل حمايتك من اجل انك تبقى ناجح من اجل ان امورك يبقى في تسديد لكل احتياجاتك ان امورك تبقى ماشيه انت مسنود بالرب ما تخافش من الناس وما تخافش من الظروف وما تخافش من اخطاء ارتكبتها انت في الماضي من نتائجها او اخطاء الاخرين انت مش امورك في ايد حد انت امورك في ايد الرب يقول لك كده في ايه ثلاثه لا يدع رجلك ايه تزل لا يدع رجلك تزل يعني هيحافظ عليك مش هتقع يعني واخد باله من امورك واخد باله من اللي بيحصل وليه علاقه بيك يعني لو انت مثلا مقدم مقدم على وظيفه وخايف ان الورق بتاعك يتسرق ولا حد يلعب فيه ولا حد يفهمه غلط لا الرب واخد باله ومش هيسيبك تقع ده واخد باله من كل حاجة من كل أمورك الصغيرة والكبيرة عشان ما تقعش لا يدع رجلك تزل باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع أمورنا محمية حماية كاملة احنا زي بقية الناس احنا امورنا بتمشي بقوه الهيه غير عاديه وبقول غير عاديه يعني عايز اقول لما يبقى في ضروره لمعجزه تحصل هتحصل المعجزه انت مش امورك متسابه كده زي بقيه الناس لا ولا تجارتك لو انت تاجر مؤمن ماشيه كده بحسب ما يحدث للاخرين لا انت مختلف هم ممكن يتعثروا انت تقول لا انا مسنود بالهي ولو حد عايز يفشلك او هيحميك من اخطاء الاخرين سواء بقصد او من غير قصد لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك يعني الرب واخد باله منك واخد باله من كل امورك مش بينام واخد باله واخد باله ايه اللي حصل وواخد باله من مذاكرتك لو طالب ومن اجاباتك واخد باله من كل حاجه ما تخافش ضع ثقتك فيه وكن مطمئنا كن مطمئنا كن مطمئنا بعيدها اكتر من مره كن مطمئن كن مطمئن على أولادك، كن مطمئن على بيتك، كن مطمئن على صحتك، كن مطمئن لأنك مسنود مسنود بمين؟ قول كده معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض معونتي من عند الرب الذي يتحكم في الملائكة من أجلي عزيزي المشاهد بكمل معاك دراسه هذا حياه هذا النبي العظيم حبقوق والسفر بتاعه بيتكلم عن جزء في حياه حبقوق بس جزء مهم قوي قوي دراسته مهمه جدا جدا عشان مهمه الجزء ده الكتاب سجلها ورغم ان ده سفر من اصفار الانبياء انما النبوات اللي فيه متعلقه بحياه حبقوق زي بالظبط في سفر الثاني زي سفر يونان يعني بتقرأ سفر يونان اسمه من سفر نبوي لكن ان النبوات او النبوه اللي في هذا السفر لها علاقه بالحدث ليونان برضو حبقوق كده اللي بنقراه له علاقه بالحدث في حياته ايه اللي حدث في حياته قلنا ده في الحلقه اللي فاتت إنه كان متحير جدا. ليه الرب سايب الناس تتظلم؟ ليه الملك ظالم؟ الملك كان ظالم وفي سفر عرمية شفنا إزاي إن الملك كان بيسخر الناس تبني له القصور بتاعته بدون أجر. وحبقوق لأنه بيحب الناس ومعنى اسمه قلنا في الحلقة اللي فاتت واحد بيعانق عناق حار بيحتضن الشعب اللي بيخدمه في قلبه عشان كده كان بيصلي ويقول له يا رب حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص ليه انت بصلي عشان الناس تشيل منها الظلم وانت ساكت ويمكن حبقوه كان بيفكر في الكلمات اللي قالها داود في آه سفر متسجلة في سفر صموئيل الثاني أصحاح 22 داود قال إيه في صموئيل الثاني أصحاح 22 والأصحاح ده تقراه كمان في مزمور 18 داود كان بيقول يا رب أنت مخلصي من الظلم يعني أنت اللي بتخلص بتخلص يعني تنقذ انت اللي بتنقذ من الظلم ومخلصي من الظلم تخلصني يعني انت مخلصي بتنقذني من كل حاجة سيئة و... وانا بقى عايز يحدد حاجة معينة مخلصي من الظلم مخلصي من الظلم تخلصني طب يا رب انت خلصت داود من كل ظلم طب ليه انا بصلي وانت مش انت الهي برضو زي ما اله داود اه بس الرب طريقته كانت في التخلص في تخليص الشعب من الظلم كانت مختلفه عما حدث مع داود في الحلقه اللي فاتت الرب قال له قال له لا انا مش مش الحل بتاعي ان انا اغير الملك او ان انا يعني اجيب ملك تاني بداله مش ده الحل الحل ان الشعب ككل يقع تحت تاديب ولما يقع تحت تاديب ايه اللي هيحصل؟ هيتحرر من الخطيه هيكره الخطيه الشعب فيختفي الظلم وتختفي النجاسه والتاديب وحبقوق سفر بيتكلم عن الرب اللي بيحبنا ومن علامه حبه لينا انه بيادبنا والعلاج ب... الرب ت... ت... بيقول لحبقوق العلاج ان الشعب يتأدب فلما الشعب يتأدب الملك الناس كلها تبقى كويسه والتأديب اللي جاي جامد جدا 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 تقول الرب بيقول كده بيقول لحبقوق التأديب اللي جاي ده جامد جدا 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 ونسأل ليه التأديب جامد جدا جدا الإجابة تجدها في سفر أرميا ان الرب بعت بعت تحذيرات كثيره للشعب وكلمات عبر انبياء مخلصين لكن الشعب ما تجاوبش فانت انت لما تتجاوبش مع كلمه الرب مره واثنين وثلاثه لا انت هيبقى جامد قوي 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 لان الرب ما بيحذرش لما يسمعك عظة لما يبعت لك كتاب تقراه عشان تنتبه لما تشوف برنامج في التلفزيون بيتكلم عن عن انك تسيب الزنا تسيب النجاسه وبعدين ما تصعيان وبعدين يكلمك مره كمان ويقول لك بلاش ده وتصعيان وما تاخدش بالك لا التاديب لما يجي جايب قاسي جدا 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 فالتأديب بيبقى قاسي لما الإنسان بدل ما يستفيد من الرب مطول باله ويتوب لما الإنسان بدل ما يستفيد من طول إمهال الله بدل ما يستفيد من ده ويرجع بقلبه لا يستهتر ويستبيح ويزيد في الخطية لما الإنسان يعمل كده التأديب بيبقى شديد جدا 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 الرب أجاب على حباقوق في آية خمسة وقال له انظر بسالها بالجمع انظروا بين الامم انظروا الاجابه جايه من براكم ان براكم هيحصل حاجه ايه؟ في شعب قوي هيجي يدخل عليكم يحرق البيوت بتاعتكم تاديب عشان تفوقوا لانكم ما بالكلمه تفوقوا بالعصايه الرب بيقول انظروا قالها بالجمع مش بالمفرد يعني لما اجاب الرب على حبقوق جاوب, جاوب بصيغه الجمع ما قالش انظر يا حبقوق بين الامم قال له انظروا فالرب باعت رساله مش بس الحبقوق لا للي مع حبقوق للناس المخلصين اللي بيصلوا زي حبقوق وبيقول لهم بيقول اني ابصروا وتعجبوا لاني عامل عملا في ايامكم هتشوفوا بعينيكم لا تصدقون بي ان اخبر به يعني عمل هيبقى معجزي بس مش معجزه فيها شفاء مثلا لا دي معجزه العكس لان عزيزي المشاهد زي ما في معجزات الهيه للمساعده في معجزات الهيه للتاديب يعني تتقدم بحاجة فيها معجزة تقول لي اديني مثل اه اديك مثل زي لما ناس تزمرت في شعب الرب ايام موسى وكانوا موجودين في الحتة البعيدة يعني على الاطراف اطراف الخيام ايه اللي حدث الرب عمل حريقة نار تشتعل الهية النار اشتعلت هذه معجزه لان النار دي ملاش سبب دي سببها الرب عمل معجزه انه ولع نار ليه عشان يادب الشعب زي بالظبط لما سقطت اسوار أريحة ما ده كان عقاب عقاب للكنعانيين عشان استمرارهم في النجاسه لما استمروا في النجاسه قرون جاء التاديب عليهم التاديب جاء معجزه ما, ما كانش حاجة عادية لا لما الأسوار بتاعتهم وقعت وقعت بدون أي حاجة محدش وجه عليها مثلا حاجات هادمة معاول للهدم لا لا لا, لا. هي وقعت كده لوحديها شعب الرب لف حواليها كذا يوم وقعت ففي معجزات زي ما الرب بيعمل معجزات لمساعدة أولاده بيعمل معجزات عشان يقول دي إيدي عشان يوريك إن دي إيده فتلاقي جت كارثه وتيجي تفسرها جت ازاي مش مش لاقي تفسير اه عشان وراها ايد الرب ليه حصلت الكارثه دي اصل الرب بيادب لما يبقى الامر فيه تاديب ممكن التاديب ياتي بطرق غير عاديه تظهر ايد الرب بكل وضوح يبقى فيها شيء من المعجزه فهو هنا اللي بيقول الرب كده انظروا بين الأمم و حيرة لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به ايه العمل ده إني المجموعة الضعيفة اللي في مدينة بابل مدينة بابل كانت لسه مش باينة ولا حد سمع عنها المجموعة الأقلية الكلدانية اللي في هذه المدينة الرب بيقول أنا هعمل إيه معجزة إن المجموعة الصغيرة دي هتكبر وتبقى قوية جدا 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 وتغزو كل العالم معجزة إزاي حاجة غير منطقية إن ناس قليلين ضعفة يقوا قوي 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 ويدخلوا حروب وينتصروا وينتصروا على الأمة الأشورية وينتصروا على السوريين وينتصروا على مصر الفرعونية إيه ده إيه ده ده, ده ما منطق آه لأن دي إيد الرب إيد الرب أيدت المجموعة دي اللي كانت ضعيفة اللي هم الكلدانيين أيدتهم عشان تستخدمهم عصايا للتأديب ومعاقبة الأمم على خطاياها ومن ضمن الأمم اللي تعاقبوا بالأمة الكلدانية استخدم الرب الأمة الكلدانية مع شعب الرب يعني هو أدب بيها مصر وأدب بيها مدينة السور عشان الكبرياء اللي كان فيها وقدم بيها الأمة الأشورية لأنها غزت شعب الرب وأدب بيها أو أو أدب بيها شعبه كمان إني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به والآية دي أنا بقراها لأهميتها لأنها موجودة في العهد الجديد موجودة في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 أعمال الرسل أصحاح 13 آآ آآ نلاقي آآ الرسول بولس بيقتبس هذه الايه في كلماته في اعمال 13 بيقول ايه انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لانني عملا اعمل في ايامكم لا تصدقون إن, إن أخبركم أحد به نفس الآية وهنا يقول إيه انظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء يعني اللي اتقال في الأصفار الأنبياء الآية اللي احنا قلناها من سفر حبقوق انظروا إن الآية دي زي ما اتحققت أيام حبقوق هتحقق معاكم أيها المتهاونون وتعجبوا يعني ايه عايز يقول لهم انتوا لو ما قبلتوش الرب انتوا لو ما فتحتوش قلبكم للرب يسوع خلاص وتهاونتوا بالرساله وما صدقتوش النبوات اللي على الرب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل معاكم اللي معجزه في تدميركم زي المعجزه اللي حدثت ايام حبقوق لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به، الايه دي بتورينا ازاي ان الرب بيغضب عنده غضب كتير نوصف الرب يسوع ان عنده محبه وهو كذلك هو مليان محبة لكن في نفس الوقت مليان قداسة ولما نتهاون في موضوع القداسة ونستهتر ونعيش في الخطية ونرفض الرب ومش عايزين نعيش ليه ومش عايزين نفتح له قلبنا ممكن يعمل معانا عمل إعجازي في معجزة لكن مش للمساعدة للتأديب إن يعامل عملا في أيامكم عشان ما مش ما الحق وما قبلوش الرب يسوع ايه النتيجة بولس بيقول في اعمال 13 ان هيحصل معاكم اللي حدث ايام حبقوق حاجة عم عامل يقول الرب كده لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون بإن ان اخبر به ايه العمل يا رب اللي هتعمله ده العجيب ان الاقلية او المجموعة الصغيرة اللي في بابل هتكبر جدا جدا يقول عليها تبقى مملكة هائلة ومخوفة وهيبقى عندها قوة غير عادية خيلها بيكلم حبقوق بيقول له خيلها أسرع من النمور شرسة فيها وصفهم بالنمور وصفهم بالذئاب وصفهم بالناس يعني الأمة الضعيفة دي الشعب الضعيف اللي في مدينة بابل ده هيبقى ايه هيبقى قوي جدا جدا وازاي بقي قوي دي المعجزة اني عامل عملا في ايامكم وبعدين يقول في ايه تسعة ايه بيقول لحبقوا يأتون كلهم للظلم جايين يظلموا جايين يظلموا الملك لان الملك ظلم الشعب ادي آه اجابة الرب لما قال له حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص عايز يقول له دول زرعوا ظلم ظلموا هيتظلموا ومين اللي جاي يظلمهم بقى العدو القوي جدا 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 مملكه بابل الجديده مملكه الكلدانيين ياتون كلهم للظلم وبعدين يقول في أي عشرة ايه على مملكه بابل اللي جايه دي اللي هتشوفوها دي نبوه يعني بيقول لحبقوق انت هتشوف في ايامك هيحصل كذا وكذا وكذا وهي وده هيبقى عجوبه لان حاجه غير مش مش متوقعه ولا جايه بالمنطق ولا بالحسابات ازاي ان الناس ضعفة على بعد ألف كيلو ييجوا يظلمونا ويستولوا على ازاي يحصل ازاي لا لما تبقى عايش في الخطيه ومش تايب عنها اه تحصل الحاجات الغريبة دي دي ان ممكن عامل صغير عندك في الشغل يبقى رئيسك اه تحصل حاجات كده والناس اللي انت بتظلمهم ممكن تحصل حاجات عجيبة يبقى هم اللي بيظلموك لان ما يزرع الانسان اياه يحصد مدام ما تبش وفي آية عشرة يقول عن المملكة دي وهي تسخر تستأذئ وهي تسخر من من الملوك والرؤساء ضحكه لها هي تسخر من الملوك اقول لك اه ليه لان الملوك كانوا بيسخروا من الانبياء مش كانوا بيسخروا من ارميا ومن كلامه ويضحكوا عليه و... والكلام اللي كتبه ب... ب... بالوحي راح جاء الملك مره ومزعه ورماه في النار و ارميا وطر... كتبوا مره كمان آه نع... يعني كان في سخريه من الأنبياء ومن كلمة الرب اللي بيقولوها فالنتيجة هم سخروا من الأنبياء الملوك والأقوياء الرب بعت أقوى منهم وكانوا أقوى وكانوا أقل هي دي الحتة إن اللي بتعود بقى بالدولة كانوا أقل بكتير قوي بس لما تبقى بتضايق الناس وبتستهزأ بالناس ومش بتراعي مشاعر حد الناس القليلة دي الرب يقومها ويكبرها عشان تستهزأ بيك وبعد ما كنت انت اللي بتستهزأ يستهزأ بك وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها. عزيزي المشاهد الرب بيستخدم بيقول لحبقوق ان بيستخدم الامه الكلدانيه في تاديب الشعب واللي زرعته هتحصده اللي زرعته من ظلم ومن سخريه بالانبياء هتحصده بقى ظلم اكتر لان انت تزرع حاجه صغيره بذره صغيره شوف بتطلع ايه بتطلع ثمره مليانه بذور فالزرع الحصاد دايما اضعاف الزرع فلما تبقى زارع ومش تايب اه ظلمت واحد هتظلم عشرات المرات لازم تتوب بسرعه ليه لان ده قانون الله ما تطلعش منه غير بالتوبه الصادقه والرجوع الى الرب والثقه ان دم الرب يسوع السمين يطهر من كل خطيه كمل معاك هذا الموضوع الان في الحلقه القادمه الرب معك. يسرنا ان نقدم لكل اصدقائنا المشاهدين هذه الهديه المجانيه كتاب وجهك الى الحائط من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم. هيا سارعوا بالكتابه لنا اليوم بكل ما لديكم من اقتراحات واستفسارات، أو أي طلبات تريدون أن نشارككم الصلاة من أجلها. راسلونا على أي من الوسائل التالية: البريد الإلكتروني mail أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس القاهرة، جمهورية مصر العربية أو rivers of life po box 433 greenford ub5 9bj UK أو البريد الصوتي والرسائل القصيرة sms على 012 577 88 ونشجعكم على زيارة موقعنا الإلكتروني على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى لقاء في الحلقة القادمة من برنامج شخصيات كتابية